مرحبا بكم مشاهدين الكرام بقناة تنمية الذات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا. الثقة بالنفس هي إعطاء الشخص دعما ذاتيا لنفسه وإحساسه بقيمتها وأهميتها بين الناس دون مبالغة وغرور. هذه الثقة تدفعه إلى انطلاق في التعامل مع الناس دون أي حسابات لانتقاداتهم. تعد الثقة بالنفس منطلقا للشخصية الناجحة سواء في التعامل مع الناس أو تطوير الذات. والإنسان الذي يفقد ثقته بنفسه سيجد صعوبة كبيرة في مختلف مجالات حياته، وسيعاني القلق والرهبة في أي خطوة يريد أن يتخذها، وبالتالي ستكون نفسيته مضطربة تؤدي إلى تراجعه في المجتمع. من المعروف أن الشخص الذي يتمتع بصفة الثقة بالنفس يحقق الكثير من النجاح والسعادة في حياته. فالثقة بالنفس تعني إيمانه بقدرته على تحقيق أحلامه. إن الثقة بالنفس هي ثقة مكتسبة يمكن أن يكتسبها الإنسان باتباع بعض العادات وجعلها جزءا لا يتجزأ عن حياته، ولها العديد من المظاهر والسلوكيات التي تدل عليها. في هذا الفيديو سنتحدث عن مظاهر الثقة بالنفس وبعض النصائح التي تزيد من الثقة بالإنسان. هناك بعض العلامات والدلالات التي تشير إلى الشخص الواثق بنفسه، ومن هذه المظاهر لغة الجسد المتميزة بحركة منتظمة وتعابير الوجه، وكذلك المشي المستقيم بكل خطوة، والحفاظ على وضعية الظهر المستقيم والرأس المرفوع والذي يدل على اعتزاز عال بالنفس، بالإضافة إلى نبرة الصوت الواضحة والعالية والكلام الواضح بعيدا عن التردد والتلعثم في الكلام. المظهر الجميل والهندام الحسن والمرتب، كل هذا تدل على إنسان واثق ويهتم بأدق التفاصيل مظهره وأناقته. المشي السريع تدل على إنسان ناجح ولديه كثير من الأعمال والمهام الموكلة إليه، وتدل على إنسان واثق بدرجة كبيرة. الابتسام دوما أحد أهم مظاهر الثقة بالنفس، فالإنسان الواثق بنفسه يحافظ على ابتسامته دوما، فهو يعيش حياة جميلة وسعيدة. الطاقة الإيجابية والحيوية والنشاط بعيدا عن السلبية والإحباط والإنهزامية والقلق. ومعظم الناجحين والواثقين بأنفسهم في هذا العالم يرون كل محنة محنة، ويرون جانب المشرق في هذا العالم. العلم والثقافة من أهم مظاهر الثقة بالنفس، فالإنسان الواثق بنفسه يملك معلومات في كثير من المجالات والعلوم البشرية. لتقوية الثقة بالنفس يمكن اتباع نصائح التالية: القراءة والتعلم وزيادة الثقافة في مختلف العلوم الإنسانية، فدائما العلم يعطي قوة وثقة بالنفس للشخص المتعلم. تدريس النفس على إتقان مهارات الجسد والتعابير الوجه والمشي بطريقة صحيحة وبخطوات مدروسة، والوقفة بطريقة صحيحة مع الحفاظ على ظهر مستقيم ورأس مرفوع. كل هذه الأمور من الممكن جدا اكتسابها وتدريب النفس عليها حتى تصبح سمة أساسية في شخصية المرء. الاهتمام بالمظهر الشخصي والأناقة والنظافة، وأن تصبح صفة الأناقة سمة متلازمة للشخص. الاختلاط بالناس الإيجابيين والناجحين في الحياة من شأنه تعزيز الثقة بالنفس لدى الشخص، كما أنه يساعد على زيادة التعلم منهم واكتساب الخبرات الجديدة التي لا يمكن للإنسان اكتسابها من خلال اعتزال عن الناس والجلوس في المنزل والمشاركة في الحوارات والنقاشات المثمرة، بعيدا عن النقاشات العقيمة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. مواجهة المخاوف. إن مواجهة المخاوف والتغلب عليها والتخلص عنها تعد من أهم مسببات النجاح وزيادة الثقة في النفس. فالإنسان القوي يبذل قصارى جهده حتى يتغلب عن مخاوفه ويمنعها من أن تكون عقبة في طريق نجاحه وإنجازاته.